تعزيز الصحة في مكان العمل، لكن أنا باخذها من منظور اللي هو موظف الصحة المهنية، الصحة والسلامة المهنية. يعني معظمنا، بما أنه المعظم هنا ممارس صح، يعني ممارسين صحيين، فصار عندكم اطلاع أن كل القطاعات الخاصة يعني اقتدت بالمنشآت الحكومية، وصارت تستلزم كل منشأة صحية أن يكون فيها موظف، الموظف اللي هو الصحة المهنية والسلامة. وفي كثير صاروا مثلا يكون الموظف هو خريج مثلا بابليك هيلث، فصار يشتغل في هذه الشغلات، يكون عندي ممارس صحي، صار في قسم لتعزيز الصحة المهنية. فيعني في النهاية احنا كل أعمالنا صاي يعني في النهاية كل الأعمال مترابطة، وكل الأعمال تدخل في بعض، فلازم يصير عندنا باك جراوند عن هذا التخصص وعن المهام اللي هو مطلوب منها. ففي البداية احنا لما نتكلم عن العلاقة بين الصحة وبين العمل، احنا لازم نكون عارفين ان هي علاقة وثيقة. يعني ففي دراسات اثبتت انه كل ما زاد فترات العمل، كل ما زادت الامراض المزمنة. فمثلا عندنا مثل هذا الموضح الانسان من هذا، يعني شارت للمتوسط الوقت اللي يروح الموظف من عمر 25 إلى 54، معظم يومه اللي هي قرابة 9 ساعات حتكون أكيد في أماكن، في مكان العمل. وفي مكان العمل ففي فرق كبير بين لما تكون بيئة العمل عندي صحية وبيئة العمل عندي لما ما تكون صحية. لما تكون البيئة عندي ما هي صحية، يكون نسبة السكليفات تكون أعلى. يعني مثلا أنا عندي الموظف تقريبا 18 يوم ممكن يغيب. لما تكون البيئة عندي صحية وسليمة وساعات وتتناسب مع الضغط اللي عليه، بيكون بيغيب 2 days sick leave. لما يكون بيئة العمل عندي ما هي صحية، ونمشي يعني بعد شوي بشرح لكم المعايير في تقييمها، ممكن إنه يصير الأداء عنده أصلاً حتى تقييمه أو رضاه الوظيفي أو الذاتي يكون أقل. يعني هنا في البيئة العمل غير صحية 3.7 من 10، بينما في نظيرتها لما تكون بيئة عمل مطبقة معايير الصحة المهنية والسلامة ممكن توصل إلى 8.5 من 10. لما تكون عندي بيئة العمل الصحية، حتى جودة العمل وساعات العمل والإنتاجية بتكون أفضل بكثير من الأيام العادية. يعني ما عندنا 49 ساعة هي الفرق بينهم، يعني 49 ساعة إنتاجية في الشهر لبيئة العمل اللي تكون فيها خلل من معايير الصحة المهنية والسلامة، بينما لما تكون عندي بيئة العمل سليمة ومطبقة كل المعايير راح تزداد نسبة الساعات الإنتاجية إلى 143 ساعة. كمان يتأثر عندي بالدايت، ويتأثر عندي الوزن، ويتأثر عندي ساعات النوم، خصوصا عندي الموظفين اللي ياخذوا مثلا زي النايت شيفت اذا كان هو ممارس صحي، او اذا كان بيئة العمل فيها اذا كانت مكتبية ممكن تأثر على الوزن. وكمان تأثر كمان على الطاقة إذا كان فيها إجهاد، إذا كان عندي مثلا الموظف اللي عندي أو الممارس يقابل مثلا 40 بيشنت باليوم وأكثر، هذه كلها تؤدي بالسلب على تؤدي بالسلب على الإنتاجية، وتؤدي بالسلب على صحة الموظف. فعشان هذه المشكلة، وعشان إنه في فرق كبير في النتائج، استحدث عندنا اللي هو الصحة المهنية والسلامة. فحنا مثلا بهذا الشكل
صورة موضحة، أنا ممكن يصير عندي الموظف أو عندي المنسوب لهذه الشركة أو العامل، حتى لو عندي ممكن أنا أوصل إذا ما إذا بدون قسم مهتم بالرعاية بالصحة المهنية والسلامة، ومهتم إنه هو يقيه من المخاطر اللي هو ممكن يتعرض لها أو إنه يعزز له صحته، ممكن حنا نوصل إلى الخسارة الفادحة أو نوصل للخطر اللي حنا متوقعين. يعني مثلا أنا مثلا كثير منشآت، أول المنشآت اللي اهتمت إنه يعني حنا نبغى موظف مختص بالصحة للموظفين أو بسلامتهم، هي كانت مثلا في البداية المصانع. فأنا عشان عندي الموظف العامل أو الموظف ما يقع في الخطر إنه هو يتعرض لإشعاع معين، يطيح من ارتفاع معين، يتعرض للضغط إذا هو ممارس صحي ويشوف أعداد كبيرة، ويتعرض للإرهاق اللي بيأثر على إنتاجيته، كان في أول ليفل يسويها الموظف المسؤول عنه هو يصير بروتكتيف، هو يصير نسميه حاجز وقائي. فأول أهمية للصحة المهنية والسلامة هو إنه نعتبره هو حاجز وقائي، وعنده شخص يكون الموظف اللي موجود عنده تفكير استباقي وعنده تخطيط سليم وعنده توقع للأسوأ ويتوقع أسوأ سيناريو ممكن الموظف اللي عنده يتعرض له في منشأة العمل. يعني مثلا أنا جبت مثلا health educator، بما أنه مجالي يعني جبت health educator وخليت health educator في عيادة سكري حكومية أو خليته في مركز إنجاب، وتقابل مثلا 40 إلى 60 patient في اليوم، فأنا أتوقع هي نسبة الإرهاق، نسبة الأخطاء اللي ممكن تصير، فهذه نعتبرها بروتكتيف بريفنتيف. يعني أنا أحاول أني أقلل العدد، هذا بريفنتيف، ولازم أسوي هيلث إدوكيشن للممارس الصحي اللي عندي، أخليه مثلا أفهمه إنه كيف يتعامل مع الضغوطات، إيش الاستبات اللي هو ممكن ياخذها، إيش العدد كمان أوعي بالأنظمة. مثلا إحنا نعرف إن الممارس الصحي مثلا ممنوع إنه يتجاوز يقابل في اليوم الواحد 40 مريض مثلا، هذا الليمت تبعنا. فلما يتجاوز انا اعلمه انه هذا يعني تجاوز لانظمه العمل. وبعدين عندي البروموشن، البروموشن هو تعزيز صحه العمل اللي بهدفه في الاول والاخير اني انا احقق تعريف الصحه من منظمه الصحه العالميه، انه الصحه هي حاله من المعافاه، انه يكون الشخص في عمله في حاله من المعافاه، مو شرط انه غياب للخطر او غياب انجري معين او ارهاق معين، لا انا بكون كمان متاكده انه هو يكون في حاله نفسيه وحاله صحيه وبدنيه افضل ما يمكن في بيئه عمله. فبشكل عام لما أنا أجي أعرف يعني الورك workplace health promotion اللي هو صار في كل منشأة تقريبا يعني في WHP اللي هو workplace health promotion اللي هي مراكز تعزيز صحة العمل، هذه إيش أهميتها؟ أهميتها أولا وأخيرا زي ما قلنا هو حاجز وقائي، يكون فيها موظف الشخص هذا هو همزة الوصل بين الموظفين وبين الإدارة العليا، فيكون عنده تفكير استباقي، عنده تخطيط سليم، يتوقع إيش المخاطر اللي يتعرض لها الموظفين ويوصل صوتهم للإدارة العليا، وبالتالي يساعد الإدارة العليا إنه ممكن إن يساعد الإدارة العليا إنهم يحطوا الاستراتيجيات المناسبة لأنه ما يقع عندي هذا الموظف هذا الخطر. مثلا أنا عندي موظفين الأشعة، أنا لازم أسوي انتبه لساعات عملهم، انتبه مثلا لوضع كل واحدة إذا في ميل، إذا هي في مرحلة فترة ما قبل الحمل، فهذه كلها أشياء استباقية يعني إحباط من مشكلة أكبر ممكن تصير. والخطوة الثانية من المهام الوظيفية اللي هي الاستجابة، الاستجابة إنه أنا قبل إذا صار عندي رياكشن أو خطر في بيئة العمل أنا أعرف كيف أتصرف في هذا الرياكشن قبل إنه ما تصير عندي خسائر يعني لا تحمد عقباها فيما بعد.
فبالأول وبالأخير إنه إيش الدوافع، إنه كل منشأة بيكون عندها موظف صحة مهنية دوافع للصحة المهنية والسلامة، هو عندي دافع قانوني إنه أنا أكون أولاً، إنه الحين مع الرؤية الجديدة إن أنا عندي لوائح واضحة وصريحة هدفها إنها تلزم الشركات أو المنشآت إنها تمتثل فيها، أو لما ما يكون عندي الامتثال أنا أقدر أصلاً في هذه الشركة إن هي بيئة عمل مثلاً غير آمنة. فالدفع الأول الدفع قانوني كثير، مثلاً زي مثلاً المنشآت الصحية صارت ملزمة بسباهي، السباهي فيها أنظمة للصحة المهنية والسلامة. الشيء الثاني أنا عندي دافع أخلاقي وإنساني، أنا لما أجيب عمال مثلاً، عندي مصنع وأجيب عمال بأعداد كبيرة من بلدانهم وأسكنهم مثلاً في غرفة غير مناسبة للأعمال، أحطهم في أجواء حارة، لما يكون حتى من أصغر العمال مثلاً، لين أتكلم عن مثلا احنا كنا في الصحه عندنا مثلا لما يكون عندي ريزيدنت مثلا جراحه عظام، احطهم في العمليات فتره طويله تحت الاشعاع، هذه كلها مخاطر عليهم. فانا في النهايه لا انا كممارس صحي ولا كأنا الشخص اللي مسؤول عن الناس اللي تحتي ارضى انهم هم يتعرضوا لمخاطر في مكان محل لقمة يعني معيشتهم. والشيء الثالث اللي هو الدافع المادي، لأنه صار الحين كل شيء مقنن بالتأمينات وغيرها، ففي أي حالة عملية إخلال بكل شركة راح تدفع هذه الشركات التعويضات، وفيها خسارة على الشركة وفي خسارة على العمال نفسهم وفي تأمينات صحية. فحنا من البداية عشان نتفادى هذه كلها التكاليف، من البداية أنا يكون عندي شخص تفكيره استباقي، نعتبره حاجز وقائي قبل أي حادثة تصير. طيب اللي إذا جينا نسأل يعني إذا كان أحد عنده موظفين صحة، إيش هي معايير الصحة والسلامة المهنية؟ إحنا دائماً خصوصاً في المنشآت الصحية دائماً نسمع كلمة آيزو بكثرة، فأهم معيار والكل يتفق عليه وهو معيار عالمي اللي هو الآيزو. الآيزو مثلاً أنا كان عندي آيزو 45001، هذه كان فيها صحة مهنية، وعندي آيزو 45003 هذه كانت تضمن إنه تشمل الصحة النفسية. فهذه هي يعني تعطيك ستراكشر واضح للمواصفات اللي تساعدك على إنك أنت تأسس في منشأتك نظام إداري وفي تطوير مستمر. فأي يعني موظف نحط يعني في إدارة ملتزمة بالسلامة والجودة، أو إدارة ملتزمة بصحة الموظفين اللي تحته، لازم يكون مطلع على هذه المعايير. يعني هو يعني بمختصر يعني إيش يعني كلمة آيزو؟ يعني إنه فكرة النظام إنه أنا أكون كيف أنا أكون، يعني النظام عندي كده بطريقة سيركل، كده بطريقة دائرة فيها كمية من البرنسبل اللي جدا جدا تكون دقيقة، وهذا البرنسبل هي تعلمني كيف أنا أخطط بشكل سليم، كيف أنا ممكن لما أخطط كيف أنفذ بشكل سليم، وكيف أسوي إيفالويشن، كيف أسوي تقييم بشكل سليم ومستمر. وبالتالي أنا أخرج يعني عندي الأوتكم، عندي الإنجازات وعندي الفايندينج يعني ملحوظة، وأقدر أنا أطورها بشكل مستمر. يعني هي مو مجرد إنه أنا عندي عمال في منطقة معينة أنا انتبهت لإجراءات وقائية لهم ولا وفقط، لا أنا كيف أخلي العملية تكون مستمرة، تكون إنه من شيء وقائي إلين بعدين شيء كواليتي وشيء في الجودة، يعني في أداء العمل. ولازم يعني نكون نعرف يعني أي شخص نحط في هذا الموقف لازم يعرف إنه اللوائح، إذا أحد بيمشي على اللوائح عمرها ما كانت هي الخلل. اللوائح جدا واضحة، سواء إذا كانت منشآت صحية مثل سباهي أو غيرها، أو إذا كانت في منشآت ثانية اللي يعتمدوا الآيزو وكذا، الأنظمة والتشريعات واللوائح دائما كانت لصالح الموظف أو الممارس أو العامل، لكن طريقة إنه
تنفيذ هذه المتطلبات. لما أنا أدخل في مشروع وحطوني مثلا فيه أنا مسؤول تعزيز الصحة والسلامة، لازم يكون عندي مرونة عالية، يعني لأنه أنا في المرونة هذه، يعني أنا عادة يجينا الموظف يتعامل مع أعداد، يعني في تفاوت كبير في الموظفين، يعني يتعامل من مع استشاريين، مدراء، جراحين، إلين مثلا يتعامل مع العمال، مع أجانب مثلا، ناس حتى ما عندهم أبسط أساسيات التعلم أو أبسط أساسيات اللغة. فلازم هي رحلة التحضير هذه هي أصعب مرحلة، فلازم يكون بالبداية عنده مهارة الموظف، هذا عنده مهارة الريسك أسسمنت، وأقدر أنا أصنف المخاطر إلى درجات خطورتها. فكثير يعني مثلا يعني احنا نلاحظ انه انا مثلا عندي قسمين في منشأتي، في قسم دائما إدارة المشاريع واحد، إدارة المشاريع اثنين. المشروع الأول دائما عندهم تعليق للمتطلبات، عندهم تعليق للمتصاريح، عندهم تعطيل في مواضيع انه إنجاز هذا المشروع. فبينما القسم الثاني كل الأمور عنده تمشي بسلاسة، الأمور تمشي بسلامة. هذه من الأشياء اللي مسؤول عنها موظف الصحة المهنية والسلامة في المنشأة. فأنا لازم أكون أعرف إنه إيش السبب الخلل، هل هو في أوفرلود عليهم، هل هو مثلا إيش الخلل اللي في التخطيط اللي صاير. فمرات أنا راجع إنه الأول ما عنده تايم فريم أو ما عنده ديدلاين واضح لقسمه، بينما الثاني تارك لهم الموضوع. هل هو موضوع نفسي، هل هو موضوع فعلا أثر على الإنتاجية بسبب سوء التخطيط، ضغط على الموظفين مثلا زي محاضرات الناس اللي سبقوني عندهم احتراق وظيفي، سوء إدارة. فهذا كلها اللي يشرف عليها ويحل مشاكلها موظف الصحة المهنية والسلامة. لكن طبيعي يعني إنه مستحيل إنه مهما أنت دخلت، لأنه خصوصا لما يكون هذا الموظف موقعه حساس، موقعه بين إنه أنا يعني كيف نشرحها، مثلا يجيني عندي مشروع وهذا المشروع لازم يتقفل، وهذا المشروع فيه يعني المدير دائما عندي انه هذا المشروع اذا تقفل راح تتوزع الارباح ويكون في ضغط. وبعدين انا اجي موظف الصحة المهنية والسلامة في وسط هذا الضغط، انا اقول للإدارة عندي ترى العمال ناقصهم مكيف زيادة، ترى العمال ناقصهم برادة موية. فالموقف اللي هو يكون فيه يكون موقف حساس للموظف هذا، لكن هو لازم يقنع إدارته إنه كيف راح تأثر على الإنتاجية بشكل أفضل. فمستحيل طبعا الإدارات تنفذ 100% من المقترحات اللي يعني يقترحها موظف الصحة المهنية والسلامة. مثلا حين نقول ما حد راح يدخل المصنع عامل، ما عندي عامل أنا راح يدخل المصنع إلا لما أعطيه ورش، الورش هذه تكون يعني بعطيه كذا ورشة في هذا المجال، ما راح أحد يستخدم هذه المعدات إلا لما أنا أعطيه تدريب وأعطيه الأذنان. لكن في الواقع ممكن حتى لو ما تنفذت كل هذه الورش، تنفذ عندي ورشة واحدة بالأوردو لهذول مثلا العمال اللي جوني، هذا يكون كافي يعني مبدئيا. فحنا لما نيجي نتكلم بشكل عام قبل نبدأ، إيش هي أبرز التحديات للموظف الصحة المهنية والسلامة؟ الإدارة. أنا عندي إنه change management، إني أغير سلوك وأقنع إدارة عندي إنها تتبنى أنظمة معينة، إنها تراعي ناس معينة، إنه تتكلف مبالغ معينة. هذا كمان يعني بيكون من الصعوبات اللي موجودة. والشيء الثاني اللي هو الاستدامة، يعني إذا صار عندي
الشغلة في كثير مبادرات تكون جميلة، في كثير مبادرات تكون كويسة، لكن مشكلتها إذا ما صار الموظف اللي في هذه الجهة حطاها بشكل مستمر وحطاها ضمن الستركشر الأساسي في الإدارة، فهذه أكيد راح إنها تسقط عندي في أقرب وقت، وبتكون مجرد مبادرة يعني فترة لحظية مو أكثر. بالنسبة لرابط التحضير اللي كثير يسألوا عنه، اللي هو الرابط الرسم مرة واحدة، ما في داعي أحد يكتب في الشات. لا فبشكل عام أنا يعني ما أعرف كم ممارس صحي إنه نحط في البوزيشن حقت الصحة المهنية والسلامة، لكن كثير يعني خصوصا الحين يعني من شؤون الموظفين انه ازمت كل منشأة خاصة انها تكون فيها هذا الموظفين، ف يعني صراحة في كثير يعني من ارض الواقع يصير انه الادارة تضغط عليه، مسويت له تارجت انه لازم انت ترفع لنا ملاحظتين على الاقل فكل شهر، فتلاقي موظف الصحة المهنية والسلامة يدور أي مثلا زي قبل نهاية الشهر يصير زي المفتش يمشي في المنشأة ويحاول إنه يعرف وين الخلل ويرصده للإدارة. طبعا هذه احنا نقول هذا أسوأ السيناريوهات اللي ممكن يكون فيها الموظف، فاحنا يعني هدفنا الأول والآخر الأخير يعني أنت لازم تكون observation بناء، يعني observation مو تصيد أخطاء، يعني مو لدرجة إنه بطلع خطأ على القسم الفلاني أو الخطأ على القسم الفلاني، كثر ما أنت تكون هدفك إنه لا أنا حرفع جودة الشغل اللي عندي في النهاية، يعني إني أرفع الجودة مو إني أتصيد الأخطاء، وما راح أوصل يعني بهذه المرحلة إلا لو كانت الإدارة عندي ما في هذا الضغط في رفع التقارير. فنقدر نقول الصحة المهنية والسلامة هي صراحة ثقافة، هي قاعدة صلبة من الثقافة، إنه ثقافة إنه كيف أنا يكون عندي ثقافة المراقبة، ثقافة يكون عندي الأساليب الوقاية، وثقافة إنه أنا أسمع كل يعني أحط نفسي في مكان كل موظف، من عامل نظافة في منشأتي إلين استشاري أو لين جراح، وأفهم كل واحد منهم إيش الضغوطات اللي أو المشاكل اللغة اللي هو يتكلمها. مثلا العامل عندي مشكلة الحرارة، مشكلة المكان، مشكلة التكييف، كل ما زاد المنصب مشكلة عندي، مشكلة الضغوطات، مشكلة الاحتراق، مشكلة يعني أنا لازم أكون أعرف أتكلم اللغتين لكل الموظفين اللي عندي. والشيء الثاني لما أجي أطبق نظامي ما أطبقه بعشوائية، لازم أدرس، يعني زي قلنا الآيزو، إنه الآيزو يشمل الصحة المهنية، الآيزو يشمل الصحة النفسية، فأنا عشان تكون عندي خطواتي يعني بشكل علمي لازم يكون نظام مستدام على معايير عالمية. والشيء الثاني أنا لازم تكون عندي مبادرات، يكون عندي مبادرات في منشأتي بشكل يعني مستدام، وتكون المبادرات أحاول أدخل فيها التوثيق، وأحاول أدخل فيها أجهزة، وأحاول أدخل فيها تقنية، فعشان أحفظ يعني أقدر أقيس كل هذه الجهود. فحنا كمان يعني كمان انت كموظف صحة مهنية في منشأتك لازم تكون عندك الويل فاير، يعني لازم تكون شخص مستوعب يعني الفروقات اللي تصير في المنشأة. مثلا أنا عندي مدير مكتبه مكيف في موية باردة في مشروبات باردة، وعندي العامل الأساسي في منطقة العمل أو في المشروع نفسه جالس تحت الشمس وما في عنده موية باردة وما عنده ذي الأشياء، فهذه نقطة حساسة جدا، يعني هذه النقطة الحساسة جدا، لأنه هو مو نوع من أنواع الظلم أو شيء. مرات الإدارة العليا أصلا ما عندها اطلاع، الإدارة العليا تكون مثلا مشغلة بمنافسات معينة، مشغلة بإقفال المشاريع، ما عندها إدراك أو استيعاب للخطورة اللي قاعدة تصير في منطقة العمل،
فأنا لازم أكون أول شيء المسؤولية، عندي حس المسؤولية إنه أنا كيف أوفر أبسط الحاجات، وزي ما قلنا أراعي إنه الـ change management، يعني أراعي إنه الإدارة اللي عندي موجودة مهما ممكن هم همهم أرباح، أو همه إنه يغلق المشروع، أو همه إنه عشان يبدأ يغلق المشروع في الوقت المحدد مع الجهة المحددة وكذا، حتى لو يضغط عند العمال، حتى لو إنهم ينزلوا بساعات حر معينة، حتى لو مرات درجات الضوضاء تكون معينة، في معايير حتى درجة الحرارة في غرف استراحاتهم، هذه المعايير كلهم يغفلوها. فلما يجي موظف الصحة والسلامة في هذا الوقت الحساس يقول لهم لا والله احنا بنعطيهم بريك في ساعة العمل هذه عشان درجة الحرارة، بغض النظر إذا سواء نزل الأمر من وزارة العمل أو ما نزل الأمر من وزارة العمل، لا احنا راح لازم نوفر لهم مشروبات أو موية باردة، لازم نوفر أماكن استراحة أكثر عشان كل غرفة يصير فيها عدد أقل. فهي عملية صعبة شوي في التعامل. ففي مسألة بسيطة، وفي برنامج جدا جدا حلو اللي هو اسمه، يعني أتمنى أي أحد إنه يشتغل في هذا البوزيشن، إنه اسمه patient based safety، يعني الناس أساسها السلامة، يعني الناس أساسها السلامة، إنه هذا برنامج فعال، وعلى إنه بساطته على إنه هو فعال في بيئات العمل، إنه البرنامج يوصل صوت العمال للإدارة العليا، يعني ونقنع الإدارة إنه ترى ما بنوصل للإنتاج الكويس إلا لما نوفر أبسط الاحتياجات، يعني ممكن ساعة عمل، يعني ساعات الراحة أفضل، مشروبات باردة أفضل، دورات تحسينية تطويرية للموظف أفضل، راح تنفع ترفع للإنتاج للعميل. الشينج مانجمنت هو يعني تقريبا هو سر كل ال يعني هي هو الضغط، هو الضغط الأساسي على موظف الصحة المهنية والسلامة في منشأته. فاحنا لما نيجي نعرف بشكل عام ايش يعني خدمات الصحه، الاوكيوبيشنال هيلث سيرفيس، هي نقدر نعرفها انه هي الخدمات اللي يعهد اليها بوظائف وقائيه اساسيه، انه انا هدفي الاول وابسطها انه انا يكون عندي وقايه من اي خطر ممكن يصاب فيه الموظف اللي عندي. بدات هذا اصلا المفهوم الصحه المهنيه والسلامه عام 85، كانت في اتفاقية إنه اتفاقية إنه لازم كل صاحب منشأة أو عمل يصير عنده كونسليشن أو عنده مشورة بخصوص إنه إيش المخاطر اللي ممكن يتعرضها موظفينه وكيف يحميهم منها. وفي متطلبات، هي كان في متطلبات إنشاء والحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية تسهل الصحة البدنية والعقلية المثلى فيما يتعلق بالعمل، وكمان كيف يصير في ادبشن في الورك لقدرات العمال في حال انه صار كان عندهم فيزيكال او منتال هيلث. يعني انا كموظف صحه مهنيه انا اصلا حتى شغلي مع الاتش ار في قبل التوظيف، يعني انا لازم اكون عارف انه اذا عندي قسم مثلا زي ما قلنا قسم يتطلب جهد بدني انا افضل الميل، عندي قسم بيستخدموا الراديشن بكثرة أنا لازم لما أوظف أكون متأكد إنه الفيميل عندي ما راح بتصير بريجنسي في خلال فترة سنة سنتين من عقد عملها. فيعني أنت كموظف لازم تكون موجود من قبل عملية التوظيف. كمان إنه كل بلد له قوانين، له لوائح، له تشريعات معينة في موضوع الصحة المهنية.
والمصطلح هذا يعني قاعد ينتشر بشكل كبير، ادخل للمنظمات المنشآت الصحية بشكل كبير زي ما قلنا، خصوصا الآن يعني أنا أتكلم من شهور إنه كل المنشآت القطاع الخاص صارت توظف موظفين الصحة والسلامة المهنية، فهو وظيفته الأولى والأخيرة إنه this service should also include the necessary measure to protect self-employed person and this working in the informal sector. وكمان إنه أحسن، مو مجرد أنا شيء وقائي، لازم أنا كمان أحسن وأوصل إلى well-being للموظفين. فهذا يمكن أفضل تعريف لأي شخص اللي هو occupational health care، يشمل جميع الأشخاص والبرامج، إنه أنا هدفي إني أكون البيئة عندي healthy and safe، ولازم تكون عندي الخطوات practical، لازم تكون خطوات عندي عملية، تبدأ أول شيء وأبسطها preventive وبعدين أبدأ بالhealth promotion. نفس الhealth education، أول شيء أنا الوقاية من الأشياء الأساسية، وبعدين كيف أنا أعزز الإنتاجية، كيف أعزز الصحة المهنية، كيف أدخل برامج التعزيز الصحة اللي في وزارة الصحة، اللي في المجتمع، في داخل بيئة العمل وفعلها. وغير كذا إنه هي كمان من الأشياء الأساسية اللي هو الخطوات العلاجية. طب سبحان الله صار عندي إصابة في بيئة العمل، أنا كيف من البداية في مرحلة التوظيف تكون عندي تأمين لموظفيني، أو إذا ما صار عندي تأمين في منشأة حكومية كيف أسهل عليهم الدخول للمستشفيات، العلاج يكون أسرع، كيف تكون في منشأتي فيها منشأتي يكون فيها الإسعافات الأولية غير الإسعافات الأولية، كيف يكون فيها العلاج وإعادة التأهيل إذا صارت عندي إصابة عمل لأحد العمال، كيف يكون التعويضات لها. هذه كمان أتناقش معاها مع التوظيف مع المالية، وكمان أشوف إنه إذا جت عندي الموظف مثلاً وطلع الموظف أجته إصابة عمل، أمراض مزمنة، أمراض حادة مثلاً زي سرطان الله يكفي الشر، كيف أنا أتعامل مع موظفي، كيف أتعامل مع فترات الحمل، الولادة، الرضاعة، هذه كلها لازم يكون موظف الصحة المهنية والسلامة داخل مع الـ HR ومع الإدارة فيه. مكتوب من دكتور لطيف، الصوت انقطع، ما أدري فيها صوت واضح. طيب أنا بسأل، يعني في أحد فيكم مثلاً اشتغل فترة مع مركز تعزيز صحة العمل اللي معاهم، أو إذا تعرفوا موظفين بكثرة صاروا مثلاً public health واشتغلوا في الصحة المهنية؟ أوكي، دم إنه واضح. أنا اللي أعرفه يعني بحسب دراستي أو اللي شفته، إن أول الدول اللي طبقت الصحة المهنية في العالم العربي هي كانت مصر. طبعا مصر معروف إنه هي فيها القطن، يعني فيها مصانع القطن بشكل كبير، ففي كانت في عام السبعينات في أعداد كبيرة دخلت توفوا بسبب أمراض في الرئة، لأنه القطن يؤثر على التنفس. فمن أول الدول اللي اهتمت بهذا المجال هي مصر. حتى لو تلاحظوا في الجامعات، يعني في الجامعات اللي عندنا السبيشالست في هذا المجال كانوا هم فيها.
كمان من الأشياء اللي تكون موجودة عندنا في الـ occupational healthcare إنه carry out elimination in respect of biological hazard. يعني أنا إذا صار عندي أي عندي مخاطر بيولوجية في بيئة العمل، أنا لازم أسوي لها التطعيمات الخاصة فيها، زي مثلاً اللي هو طب الحشود، أنا لازم أعطيهم كثير ممارسين صحيين، أعطيهم تطعيمة الإنفلونزا مثلاً. إذا كان أي مكان هو الشخص مقبل عليه، أنا أكون حريصة أنه هو ماخذ كافة تطعيماته. كمان إذا كان عندي موظفين حيروحوا مكان فيه infection، فيه ديزي، يعني زي الملاريا، زي بيروحوا مناطق ساحلية، أنا أكون حريص فيها أنه أكون حريص أنه هو أخذ كل تطعيماته قبل لا ينزلها. فالبرايمري هيلث كير هي carried in out of community by the community based doctors, nurse and other medical staff، وانه انا احاول انه توصل لكل more people of a lower cost than centralized hospital profession. يعني بغض النظر سواء انا كان عندي التوزيع المستشفيات كافي أو لا، أنا لازم أكون ضامن الوصول للكل. زي كمان قلنا إنه هو عندي كمان الفيرست ايد، إنه أنا كمان حريص بمكان الإسعافات الأولية في بيئة العمل، أنا أكون عندي كل التدابير اللازمة في موقع الحادث. يعني إذا صار عندي مثلا أنا موظف صحة مهنية وسلامة، عندي مشروع، أنا لازم مشروع في منطقة نائية، أنا لازم أكون متأكد إن في سيارة إسعاف حتاخذ الناس إذا صارت في إصابة وراح ترجعهم. في كثير موظفين صحة مهنية في موضوع استئجار السيارات الإسعاف يكون هو من واحدة من مسؤولياتهم، أو إنه إذا ما عندي أروح أقول لهم لا، وظفوا لي موظف إسعاف في مكان لوكيشن العمل، أنا هذا مكان في بناء، في أدوات حادة، في غيرها، فأنا لازم يكون عندي مسعف أو عندي موظف متدرب على الإسعافات الأولية. أنا عندي إمدادات لازمة توصلني مع الأماكن، زي مثلا أهم الأماكن اللي بدأت بالصحة المهنية من أول، اللي هو مثلا أماكن النفط أو أرامكو أو غيرها. فكان إذا صارت في منطقة نائية دائما معروف إنه عندهم هيليكوبتر بس لنقل الإسعافات في حال إصابات الحوادث. لأنه حنا نعرف في الأول وفي الأخير إنه serious accident happens إنه في خلال the first few minutes. فأنا عشان أتأكد إنه هو إنه الروح عندي يعني save it، أنا لازم أكون أول الدقائق عندي موظف خاص للإسعافات وعندي الإعدادات أو النقلة الخاصة لها. فقلنا إنه provide the first aid and the emergency treatment in cases of accident of works of the workplace. كمان عندي من العاتق الموظف الصحة المهنية إنه غير إنها تكون موجودة في جميع الأوقات وجميع الـ الـ أو الـ 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 الأوقات، إنه أنا موظف كصحة مهنية أروح أنسق مع أقسام التدريب. أنا لازم كل موظفين أكون حريص إنهم ياخذوا الفيرست ايد، ماخذين السي بي ار، عشان يعني هذا نوع من انواع المسؤوليات عندي. واضافه لك انت كمان في انجازات قسمك، انه انا دربت موظفيني على الاسعافات، دربتهم على السي بي ار، دربتهم على اطفاء الحريق، فهذه من الاشياء اللمسات المطلوبه. غير انه كأنت موظف صحه مهنيه، تكون كمان مو مجرد شيء وقائي وبريفنشن، لازم انت تكون engaged في الهيلث اكتيفيتيز. يعني لازم سواء كانت عندي local organization of healthcare of the distance the workplace from general medical clinics make such extended activity operate. يعني لازم انا اكون منشأتي نفسها ادمجها في الأحداث الصحية اللي حولها. يعني مثلا يعني أنا أشتغل في منشأة فيها
عدد فيميل كبير، ففي شهر كامل اكتوبر للبريست كانسر، فانا لازم اكون اتعاون مع قسم الهيلث بروموشن اللي في منشاتي. اذا من منشاتي صغيره ما فيها هيلث بروموشن، انا اقوم بهذا الدور انه اربطهم بمراكز الفحص، اربطهم بالفعاليات التوعويه. اذا كان عندي مثلا مرضى سكر اكيد في منشاتي، انا اكون حريص انه كل التدابير اللازمة حقتهم، إنه كيف أسعفهم في حالة الهبوط، أدرب الموظفين اللي عندي كيف يتعاملوا مع حالة الهبوط، إذا ارتفع السكر أدرب اللي أكون عندي موجود الحقن الطوارئ، أدرب الموظفين كيف يتعاملوا مع حقن الطوارئ، أفعل عندي شهر نوفمبر حقة الديابيتس، أفعله إنه أخذ فرصة إنه كيف يتعاملوا مع مريض السكري في المنشأة. إذا المنشأة فيها حركة كثيرة، مثلا المريض السكر عندي ممارس صحي، إذا مريض السكر عندي ممارس إذا مريض السكر عندي ممارس صحي، فأنا كيف أخليه يتعامل مع الحركة المستمرة، كيف الوقاية للقدم، هذه كلها إنه أنا كموظف صحة مهنية وسلامة دوري ما انحط فقط إنه أنا أوقي يكون في وقاية من الأمراض، لا، أنا كمان كيف أعزز صحة الموظف اللي عندي. وكمان اني يكون انه انكلود الخطه العلاجيه مثلا المريض الديابيتس اللي عندي يكون كمان حتى لاهاليهم. يعني مثلا انا عندي مريض السكر، انا كيف اسوي كيف اخلي مثلا المرافق اتواصل مع، يكون عندي ديتا لاحد من اهله، اقدر اتواصل مع احد من اهله في ادويته، اذا عندي موظف عنده صرع أنا أكون عندي الديتا مثلاً إنه كيف أتواصل مع أهله في حال إنه هو تعرض لأزمة، أزمة اللي عنده ربو، أنا كيف أتواصل مع أهله في حال إنه اللي تعرض لأزمة ربو، إيش الأدوية اللي أخذها وكذا. فهو مجالاته، يعني هو موظف، هو صراحة انحط يعني في مكان، لكن هو يشمل بين health educator، يشمل بين بين الطبيب، يشمل بين ال HR، يشمل بين الإدارة الصحية، فهو جمع عدة أدوار في دور واحد. يعني خصوصاً أن قلنا فحنا خصوصا انه في some workers have special occupational health needs، كنا زي في كثير انا عندي موظفين عندهم احتياجات صحية خاصة، فانا محتاج انه انا لعدة اسباب انا انتبه. مثلا اذا جاني مريض سكر ما ينفع انا احطه تحت درجة حرارة عالية، انزله مواقع عمل، انزله مشاريع، يعني وإذا صار إنه مثلا يعني عندي موظف إدارة صحة مهنية، أنا عندي مطاعم، في كثير مطاعم، سلسلة مطاعم يجيبوا لك موظف صحة مهنية فيها، فيكون عنده ويترز عندهم سكر، فأنا أكون حريص إنه هذا الويترز لما يوقف في ساعات معينة يوقفها على رجوله، ولازم يكون الشوز تبع الليل غير تبع النهار، وإنه تبع النهار الليل يكون أوسع عشان أفهمه وأفهم إنه ترى القدم. وإذا كان في منشآت مثلا عمالها حتى الشوزات الله يكرمكم هي اللي توفرها، فأنا أكون حريص إنه هذا الموظف عنده شوزين أكثر، إنه يكون المقاس الليل غير مقاس النهار، لأنه عادة الموظفين اللي يجونا يعني ما يكون عندهم الباك جراوند لا الصحي ولا التعليمي الكافي. ولازم أنا أكون أعرف إنه ما يكون في تمييز، يعني مو أنا لما أدخل في منشأة فيها عدد كبير موظفين فوق 200، فوق 300، فوق 500، أوصل مرات فوق 1000، إنه أنا ما أتعامل مع الأقسام الإدارية أو المكتبية غير إني أتعامل مع الموظف اللي في لوكيشن العمل. في النهاية في الإنتاجية كلها يعني مرات توفير أبسط الاحتياجات
هي اللي تأثر على جودة العمل في النهاية. ممكن جودة العمل كلها تعتمد على العامل اللي في موقع العمل، إذا هو حالته الصحية، هل في الاختيار أساساً هو حالته الصحية تتناسب مع هذه الوظيفة أو لا. والشيء الثاني، هل هو في حالته الصحية هذه إذا لقيت له درجة الحرارة المناسبة، الرعاية الصحية المناسبة، بلاقي الإنتاجية المناسبة. One category of workers with the special occupational health needs، خصوصا إذا كان أنا عندي لازم أكون أتعامل مع الـ HR في موضوع إنه pregnant women والأمهات العاملات بشكل عام، لازم أسوي الريسك اللي هما ممكن يتعرضوا له، وإيش البريفنتيف اللي أنا ممكن أسويه، وكيف أسوي كنترول الاستراتيجي اللي موجودين فيها. وكمان إذا أنا منشأتي، في كثير منشآت عشان موضوع الزكاة، عشان الضمان الاجتماعي، كثير منشآت توظف ناس من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه لهم توظيفهم لها مميزات. فأنا أرجع أكون كموظف صحة مهنية تعينت في المنصب، أنا مسؤول إنه كيف أتعامل مع هذا الموظف، كيف إيش احتياجاته، طب هل البوزيشن اللي نحط فيه مناسب له أو لا، هل هو فعلا مفعل داخل المجتمع، هل المجتمع اللي حوله يعرف يتعاملوا معاه، كل هذه من مسؤولياته الوظيفية. The occupational health service should carry out their function in the cooperation to ensure to educate cooperation and coordination between occupational health service and الخدمات الصحة المهنية أو الأشياء الأخرى. فزي ما قلنا، لما يكون شخص انحط في موقف إنه أنا الموظف اللي مسؤول عن الصحة المهنية في مكان العمل، أو أنا جزء من القسم اللي تعزيز الصحة المهنية، لازم أنا يكون عندي كل الكوبريشن والكوردينيشن اللازم إني أطبق، سواء كان عندي تشريعات وقضاء، أو أكون ملم بكل اللوائح اللي موجودة وكل المعايير المطلوبة مني في المنشأة، وبين إنه change management الإدارة عندي هل هي أصلا مستوعبة للاحتياجات وتفرق واحتياجات الموظفين اللي عندي، وبعدين أبدأ أحلل احتياج كل الموظفين بكل فئاتهم، زي ما قلنا من أبسط عامل عندي في الموقع أو عامل نظافة إلى عندي أنا أبسط احتياجات، إنه الضغط اللي بيكون على استشاري، على إداري، على غيرهم، وراعي أنا عندي حالة صحية فترات، مثلا عندي موظف يمر بحالة أمراض لا سمح الله، مرض مزمن بشكل عام، أو مرض أكيوت يعني زي قلنا أورام سرطان فترات معينة، أو يكون أمراض لها فترة معينة زي الحمل زي الرضاعة، فهذه كلها أنا لازم أكون أعرف كيف أتعامل معها. وغير إنه أنا كيف تكون عملي بشكل مو مجرد حل مشاكل، لأنه معظم 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 يعني إذا جينا في يعني في الواقع، موظف الصحة المهنية إذا جاي يشتغل بيكون هدفه الأول والأخير إنه هو يوصل إنه يوصل الشكوى أو يوصل الخلل إلى الإدارة، ولازم يرفع تقرير شهري. لا، إحنا لا نحاول إنه نحسن صحة ونراعي الويلبينج لكل الموظفين الموجودين. فخدمات الصحة المهنية الـ Occupational Health Service should contribute to research by participating in the studies or in the relevant branch of economic activity. فلازم يعني أنا لما خدمات الصحة المهنية لازم تكون مساهمة في
شيء أكبر. يعني زي ما احنا قلنا معيار الآيزو هو أفضل معيار إنه أنا أكون حريص منشأتي حاصلة عليها، مثلا في المنشأة الصحية كمان فيها السباهي، إنه أنا أكون مطبق كل المعايير الصحية للموظفين اللي عندي. فبشكل عام إنه لازم تكون هي عملية، قلنا هي عملية أصلاً تكاملية، عملية فيها أنت تكون همزة الوصل بين الإدارة وبين الموظفين، بين اللوائح، بين الإتش آر، وعملية تحليل وعملية جمع وعملية تخطيط وتنفيذ وبعدين إيفالويشن مستمر. هو هذا بشكل عام الدور الموظف الصحة المهنية. في أي سؤال عنها؟ طيب بالنسبة لأهم المخاطر اللي في المعيار، في طبعا في عدة نماذج للموظف الصحي المهني والسلامة يعبيها، لكن أهم المخاطر اللي ممكن يتعرضها الشخص اللي هو physical hazard، في chemical hazard وفي biological hazard. الفيزيكال طبعا إذا أنا عندي موظفين بينزل مواقع عمل، أول شيء أنا أنزل يكون في حالة observation بشكل عام، إنه أشوف إيش المخاطر اللي هي ممكن يتعرض لها، يعني أشملها اللي هو النويز، التمبريتشر، واللايتينج، والراديشن. طبعا لازم في عملية في الضوضاء المستمرة، خصوصا عندي العمال اللي يكونوا في عملية البناء. إذا صار عندي موظف في البناء، أنا لازم أكون في حد معين أنا متأكد إنه هو عنده إكويبمنت معين يعزل عنه صوت الضجيج عشان نحافظ على السمع للموظف. ولازم يعني الإجراء اللي هو يتعرض له، مثلا الحين نسمي وحدة قياس الضوضاء اسمها ديسيبل، فهو أنا لازم ما يتجاوز 80 ديسيبل. إذا تجاوز الموظف 85 ديسيبل، ف يعني لازم إنه صاحب العمل يوفر يعني حماية سمع للموظف. طبعا إذا لازم يكون موظف الصحة والسلامة يعرف إنه إذا تجاوز الضوضاء في مكان العمل عندنا 87 ديسيبل، فهو معناها إنه ترى هذه فيها عقوبة، يوضح لصاحب العمل إنه هذا التجاوز فيه عقوبة، عليها لوائح وفي الأنظمة فيها عقوبة، وفيها إنه لازم يرجع للحد المسموح اللي هو 80. فبشكل عام مثلا انا تعينت في مكان ونزلوني لوكيشن عمل، انا لازم اعرف ايش الحد الازعاج المطلوب الضوضاء. اذا هو 80 لازم اوفر لكل عامل اجهزة حماية السمع، ولازم انبه المانجمنت اللي عندي بالحد المسموح اللي هو 87.
طبعا هذه في حدود حالة الضوضاء المستمرة، يعني أنا مثلا لازم لما أنزل أعرف إنه هذا المصنع الصوت الإزعاج فيه طول الوقت، آلات تشغل فيها طول الوقت، فهذا هو العدد. لكن لما في مرات يكون في مكان بناء، فمكان البناء يعطوهم أدوات تطلع صوت فجأة وبعدين تنتهي، تطلع صوت فجأة وتنتهي، فلها أعداد معينة أنا ما أتذكرها الصراحة، بس هي وحدات لازم أي موظف فيها يحفظها، يعني كانت هي زي 135 ديسيبل، فإذا الأحد يستخدم دي الأدوات البناء إذا تجاوزها ملزوم إنه يوظف للموظف أو العامل اللي هو برنامج حماية السمع. غير كذا أهم شيء من الأشياء الفيزيكال هازارد والقالبها معروف هي درجات الحرارة. في درجة حرارة عالميا اللي هي متفق عليها، اللي هو لما أحد يكون الحرارة القصوى اللي مسموح فيها أحد يشتغل في مكان مكشوف، اللي هو لايت سيتنج وورك من 21 ل 25، اذر لايت وورك من 19 ل 23 درجة الحرارة. درجة الحرارة الباردة تكون 12. وكمان عندي التهوية، لازم يكون المكان عندي المكاتب تكون فيها، كل مكان يكون فيها مكان تهوية، أكون حريص إنه عدد المكاتب متناسب مع المساحة اللي الموجودة. ومن أهم الفيزيكال هازارد وهي الإشعاعات، دائما الإشعاعات يحطوها مثلا من الأشياء الكيميكال بيولوجيكال، لا هي من الأشياء الفيزيكال، وصراحة من أكثر الأشياء اللي تعرضها الممارس الصحي، الأشعة السينية، الإكس راي، الجاما راي، أشعة الأيونية كمان، هذه كلها أشياء خطرة. فأنا لما أكون هناك الأشعة الفوق البنفسجية كمان، فأنا لازم من البداية كممارس صحي أجلس مع قسم الأشعة، أوزع ساعات العمل، أتأكد إنه ما عندي ناس عندها حالات صحية معينة، أو إنها مثل ما قلنا عندي فيميل ما هي مخططة للحمل فترة قريبة، وهذه كلها من يعني من عمل الموظف الصحة المهنية والسلامة. طيب من الأشياء البيولوجيكال كمان الخطرة هي اللي الفيروسات اللي عندي، الطفيليات اللي مثلا عندي ممارس صحي، أنا أكون حريص إنه ما يتعرض للهيباتيتس أي فيروس، ما يتعرض للباراسايت، فأنا أكون متأكد أصلا من البداية إنه في إنه في نظافة كافية في المكان، وإنه كمان أتأكد من إنه في أشياء كنترول هازارد كنترول أنا موفرتها، زي أنا مثلا كل ممارس صحي أو عامل نظافة أكون متأكد إنه في جلوفز لهم، متأكد إنه في ماسكات بروفايد، إنه كمان إنه في علامات تحذيرية، وأكون متأكد إنه كل ممارس يعني موظفين يفهموا هذه العلامة إيش تدل، يعني اتاكد انه في ملابس وقائيه لهم، اتاكد من بروفايد سيفتي النظارات الشمسيه، النظارات السلامه، اتاكد انه في كابينز للاشياء السلامه، وكمان يعني من الاشياء المهمه اني اسوي لهم تريننج، ادربهم بشكل مستمر انهم كيف يتعاملوا مع هذه الاشياء البيولوجيكال ماتيريال، هذه الاشياء الخطره. واهم شيء انه انا اساسا انه بروفايد فنتيليشن سيستم، عشان كذا انا الاقي تركيز كبير من سباهي وغيرها على موضوع المكان نفسه وتهوية المكان. طيب كمان عندنا البيولوجيكال الكيميكال هازارد، يعني من الأشياء الكيماوية. أنا أهم شيء كل شيء الكيماوي صراحة
اني اشرح للموظفين العلامات، انه هذه علامة ترى في في خطر الانفجار، في خطر، هذه علامة في خطر للاشتعال، هذا في خطر تلامس، هذا في خطر، وافهمهم يعني. انا افهم حتى عامل النظافة اللي عندي انه هذه العلامات مو علامات عشوائية، لا، هذا المخزن ترى هذا مخزن سام، هذا المكان هذا خطر استنشاق، يعني اذا دخلت هذا المكان ترى في مواد كيميائية خطرة. في يعني أكون حريص إنه هذه الأمية في اللوحات إني أمحيها في مقر العمل. وكمان أنا لازم يعني أول شيء إني أزيلها إذا كنت أقدر، إنه أنا أزيل هذا الخطر الكيميائي. إذا مثلا أنا كنت في مستشفى نلاحظ إنه المختبرات الخطرة أو شيء في تركيبتها أساسا تكون في البيسمنت للمستشفى وبعيد عن البيشنت قدر المستطاع، وإني أسوي من دوري إنه إذا عرفت إيش الخطر الكيميائي اللي موجود عندي، مثلا زي مواد تنظيف معينة، أشياء معينة، إني أحاول أسوي لها substitution، يعني أحاول أستبدلها، إني أستبدلها بواحدة أقل منها خطورة. يعني في البداية أتأكد إنه أنا أحاول إنه قد ما أقدر المنشأة اللي أنا مسؤول عنها ما تدخلها هذه المواد الكيميائية، وإذا دخلت إنه أحاول إني يعني أستبدلها بشيء أقل منها. يعني مثلا أنا في مادة كيميائية عندي في المختبرات تدخلني على شكل كري، يعني غبار كان على على شكل غاز، على شكل غاز، الغاز خطر، في خطر تسريب، فأنا كمسؤول صحة مهنية وسلامة وعندي إدراك إنه ممكن أجيب لا شيء يكون ليكويد أو يكون شيء على شكل كرة، على الأقل الليكويد أنا ألاحظ على تسربه، بس الغاز ما أقدر ألاحظ على التسرب هذا. هذه من الأشياء المهمة، وقلنا أو من الأشياء كمان أقدر أسويها الايزوليشن، أني أعزل المادة الكيميائية قدر المستطاع، وأكون مثلا أنا موظف صحة مهنية وأنا في مستشفى وعند في مختبر مهم أو في مصنع مثلا، أنا أكون أحاول أعزل هذا المكان الخطر قد ما أقدر، وأعطي تصاريح للموظفين، مو أي موظف يقدر يدخل هذا المكان، وأحدد مين الشخص اللي يقدر، وأحدد مين الأشخاص اللي يدخلوا هذه المنشأة كنوع من الأنواع الضوابط يعني. هذا هو بشكل عام، وهذا هو بشكل مختصر. الموظفين الصحة المهنية أو السلامة المهنية ناس كانوا موجودين من قبل، كان هذا المسمى بشكل واضح مثلا، يعني من كان وجودهم موجود في كل مكان، يمكن حتى لو كان في أيام الصحة المدرسية، يعني أول يمكن النتائج الملموسة انه اذا نلاحظ انه في مويه، في يعني المويه اللي في الصحه، المويه اللي في الصحه المدرسيه تكون فيها نسبه فلورايد اكثر، يعني هم استغلوا انه والله الاطفال جالسين في المدرسه فتره طويله، لما هم جالسين في المدرسه فتره طويله ويشربوا من مويه المدرسه وفي البيت ما يشربوا مويه بكميه كبيره، فهم دبلوا الفلورايد اللي عشان يمنعوا التسوس في المويه اللي موجوده في المدرسه بنسبه 3.7، يعني يعني عدد كبير. كل هذا بهدف انه نعزز صحه الاسنان لهم، بهدف انه يعني فكرنا كيف نستغل الفرصه الامثل نمنع هذا التسوس. فاللي هو صراحة تخصص يعني إنساني، تخصص يدخل في جوانب كثيرة، تخصص يعتمد صراحة على شخصية الموظف، من أكثر التخصصات اللي تعتمد على شخصية الموظف أو من صار مسؤول في هذا المكان، لأنه يعتمد على مرونته، لازم يكون شخص مرن جدا، وشخص يكون يعرف يتعامل مع، يستوعب كل المخاطر الموجودة، ويستوعب كيف إنه يعني يقنع الإدارة، ويكون عنده ثقافة وإدراك وإلمام بكل التشريعات الموجودة، ويكون عنده المرونة. يعني هي صح إنها في النهاية مبادئ، بس إنه أنت عندك كيف طريقة تحليلك للاحتياج، وكيف تعاملك مع كل
مقر عمل، مع كل بيئة عمل، إيش احتياجاتها بالضبط. أتمنى إنه أنا كنت لخصت لكم بشكل بسيط الدور موظف الصحة والسلامة المهنية، لأنه صراحة صار مطلوب في كل المنشآت، وخصوصا في طلب عليه متزايد الحين في القطاع الخاص. في كثيرين صاروا ياخذوا كورسات ويشتغلوا في، مع أنه وإن كان يعني خطأ أنه أحد ياخذ تخصص أحد، لكن في كثير صاروا ينوبوا عنهم في أقسام تعزيز الصحة. ويعطيكم العافية، ما قصرتوا جميعا. إذا في أي سؤال موجودة قبل ما نطلع بريك لين بعد صلاة العشاء. في سؤال من دكتورة رحمة: هل هناك مجال توفير موظف متخصص في سلامة الصحة المهنية في قطاعات الصحة كافة؟ لأن في بعض الإدارات لا توجد فيها هذا التخصص تحديدا. دكتورة رحمة، عشان كذا من البداية أنا أقول كثير قطاعات خاصة، خصوصا من تقريبا شهرين، شؤون الموظفين ألزمتهم، شؤون الموظفين ألزمت أي قطاع صحي في القطاع الخاص إنه يكون عندهم موظف تحت هذا المسمى. هذا بالنسبة للقطاع الخاص. من القطاع الحكومي من زمان ماشيين في هذا الدور، لكن في كثير مو مفعلينه بالطريقة الصحيحة. يعني هم مفعلينه بالطريقة الهندسية أكثر من أنها بالطريقة اللي هي الصحية. لكن الحين بما أنه موظف الصحة المهنية والسلامة صار ضمن البابليك هيلث في كثير من الجامعات، وخريجها أصلا باك جراوند صحي بحت تماما، ف هذا هو اللي أنا كنت أبغى أوصله. هو دوره إنه هو يصير كأنه يعني فعلا دوره ترى جدا شامل، يعني كأنه هو مهندس يفهم اللوكيشن العمل وإيش المخاطر وإيش الأشياء اللي هو بيتطلبها، وفي نفس الوقت كأنه ممارس صحي يفهم الباك جراوند الصحي لكل موظف وإيش الأشياء اللي متطلب عليها، وكأنه كمان موظف اتش ار يستوعب 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 الـ يستوعب الـ يعني إيش المتطلبات لكل وظيفة، من الأشخاص المناسبين في حال الموظفين تعرضوا لأي طارئ صحي، كيف حيتم تعويضهم، كيف حيتم تأهيلهم، طب كيف حيتم الاستغناء عنهم. يعني فهذه الأشياء كلها هو يلعب الدور الحساس جدا في الموضوع.
في سؤال من دكتورة سهام تقول ليش وزارة الصحة ما تلزم المراكز الصحية بوجود هذا التخصص؟ ممكن قصدك المراكز الرعاية الأولية، مراكز الرعاية الأولية ممكن لأنها تخضع لنفس الإدارة المديريات الصحية، فممكن مكتفين بموظف الصحة المهنية في المديرية. بس بما أنه هو وصل للقطاع الخاص فيعني أكيد أن القطاع الحكومي أساساً قطع شوط كبير في هذا الموضوع. إذا ما في أي سؤال يعطيكم العافية، ما قصرتوا. إن شاء الله بس بريك الصلاة وبعدها بيبدأوا يستأنفوا زميلاتي ببقية المحاضرات.